الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الحجم في مملكة الأحياء لا يدل على شيء، فالتيس والخرتيت والديناصور ذوات أحجام ضخمة، ومع ذلك هي كائنات لا تذكر أمام سلوك نملة وحكمتها ومهارتها. ساعات بقعد أفكر إزاي الحكمة والخبرة والمهارات والعلم الغريزي ده يبقى مدون في مخ نملة هي نفسها مش باينة من الأرض، فما بال دماغها وما بال مخها. حاجة عجيبة، وأعجب ما في النمل إنك تلاقي فيه جميع أنواع النظم السياسية. تلاقي النمل الاستعماري المقاتل اللي عايش على التوسع والعدوان والغزو، وعامل نظام ميليشيا عسكرية فاشية يهاجم في جيوش خلايا النمل الأخرى، يسرق المخازن ويقتل النمل وياخد البيض والشرانق غنيمة، ياخدها للأعشاج بتاعته، ولما يفقس البيض يشغل النمل عبيد وخدم عنده. وفي أمم أخرى من النمل مسالمة مضيافة، تستضيف الخنافس في بيوتها وتقسم معاها الأكل. وفي نمل آخر زراعي بيفلح الأرض ويزرع عيش الغراب، وشفنا النمل ده إزاي بيقطع قطع مستديرة من وراء الشجر ويسمد بيها، يعفنها ويسمد بيها مزروعات عيش الغراب، وإزاي بيحفر قنوات ومصارف لصرف الماء الزايد، فلاح عظيم. وفي أمم أخرى من النمل بتعيش على الرعي وعلى حلب نوع من الحشرة اسمها حشرة المن، بتفرز مواد سكرية فهو يتغذى على هذه المواد. وشفنا أنواع أخرى من النمل، نمل فردي، في أنواع من النمل الفردي ما يعيش في المجتمعات، كل نملة لوحدها كده زي العازب الهلاس، كل يوم يبات في شقة، كل يوم تيجي في ورقة شجر تعمل لها عجبة تبات الليلة التانية في ورقة شجر أخرى. والنمل له لغة مؤكدة، لأن مش ممكن حتى تفاهم عشرات الألوف من النملات وتوزع بينها الوظائف بالشكل ده وتواجه الأخطار من غير لغة مؤكدة. كما إن في دستور وقوانين في مجتمع النمل، يعني مثلا نظام الحكم في النحل غيره في النمل، ودستور الحكم هنا غير دستور الحكم هنا. يعني مثلا في النحل إذا فأس البيض ملكتين يبقى لازم واحدة منهم تقتل الثانية، لأن ما يصحش في الدستور أن تحكم الخلية إلا ملكة واحدة، وده بيحصل بالفعل أنهم يتبارزوا وكل خلية النحل تعمل دايرة كده سامر ووقف ويتفرجوا محدش يتدخل لغاية ما نحلة منهم تقتل الثانية فتبقى هي الحاكمة، لأن في القانون لا يجوز أن تحكم الخلية إلا ملكة واحدة. إنما الدستور في النمل ممكن يسمح بأن ممكن ملكتين يتعاونوا في حكم الخلية، لكن مسألة مصير الذكور بعد التلقيح في النمل زي النحل، مصير الذكور بعد التلقيح هو الموت، واللي ما يموتش يتقتل. وتنفيذ الدستور ده في النحل صارم جدا وقاسي، والنحل يتجمع كله، النحل الشغالة يتجمع على الذكران بعد التلقيح وينزل فيهم ضرب ولسع ويقتلهم، واللي ما يموتش يشلوه بره هلابيلة ويكرشوه بره الخلية ويسيبوه يموت من البرد. وفي أكثر من 5000 نوع من النمل، كل نوع أمة وكل أمة لها قوانين ودستور ونظام، شيء غريب. بيت النمل عبارة عن بدرومات وسراديب ودهاليز وغرف علوية وغرف سفلية، وفي الواقع
الغرف السفلية أو الدهاليز والسراديب والبدرومات بتبقى مخازن، وأيضا النمل يضع البيض واليرقات في الغرف السفلية عشان بتبقى باردة نوعيا، بينما الغرف العلوية لأنها بالنهار بتبقى دافية فبيضع فيها الشرانق، لكن بالليل بينعكس الوضع، بتبقى الغرف العلوية باردة بتبرد قوي فيطلع النمل الشغالة وينقل الشرانق للغرف السفلية. وطول الليل والنهار بنشوف النمل الشغالة عمال طالع بالشرانق النهار للغرف العلوية، وبعدين بالليل ينزل بيها للغرف السفلية عشان دايما تبقى فيه حد أدنى من الدفء عشان نمو العذارة اللي جوه الشرانق. وفي الواقع يعني حياة النمل الواحد بيشوف فيها نماذج غريبة من العلم الغريزي، يعني مسألة ان الشرانق والشرانق بالذات انها تتنقل للحتة الدافية سواء كانت غرفة علوية في النهار او غرفة سفلية بالليل، وازاي ان الشغالة مكرسين نفسهم على العمل دي عمالين يشيلوا الشرانق بالنهار لفوق وبالليل لتحت، ده علم غريزي. ثم مسألة النمل الزراعي اللي هو بيزرع ويسمد عيش الغراب ويعمل قنوات ومصارف، ده علم زراعي. ثم الأمم النمل اللي بتعيش على الرعي المواشي الحشرية اللي حكينا عنها دي وتحلبها وكده، برضو ده علم. ثم يعني طيب مين علم النمل العلم ده؟ ولو قلنا ان ده علم مغروس فمن الذي غرسه؟ وبعدين ايه اللي يخلي أمة من النمل بتعيش على البلطجة والأكل والاستعمار والغزو، بينما أمة تانية بتعيش حياة السلام وإكرام الضيف ورعي الأغنام؟ ساعات ببص للنملة وأفتكر حكاية العفريت المحبوس في أم وحكاية الجنية المسحورة على شكل عصاية، وبيتهيألي ساعات إن النملة ده على قد ما هو شيء صغير كده إلا إن جواه مارد. أنا مش شايف المارد، لكن تصرفه يدل على إنه حقيقته أكبر بكتير جدا من مظهره. سيدنا سليمان سمع النمل بيتكلم، وسمع نملة بتتكلم عنه وعن جيشه. مش عارف أنا يحصل لي إيه لو سمعت حاجة زي كده، لو سمعت بالليل نملتين بيتكلموا تحت السرير، واحدة بتقول للتانية انت شفتي برنامج العلم والإيمان في التلفزيون الليلة دي؟ على فكرة الدكتور مصطفى ده فانس قوي، قال بيقول لك ان احنا بنزرع عيش الغراب. البني آدمين دول مش فاهمين حاجة، هم مش فاهمين ان احنا بنخمر عيش الغراب عشان نعمل منه مشروبات روحية لمولاتنا المالكة. قطعا لو فرض ان سمعت حوار بالشكل ده هخش الخنكة تاني يوم، وحتى لو حكيته للناس برضه هيدخلوني الخنكة على طول، شيء فظيع فعلا. يعني ربنا كان لطيف جدا انه حجب عنا لغات العوالم دي كلها، وحجب عنا ايضا رؤية الملائكة والشياطين والجن. قطعا لو الانسان كشف له عن العوالم دي كلها وسمعها كلها بتتكلم وحواليه لتبقى دوشة كبيرة قوي، دي حاجة فظيعة فعلا، لطف إلهي. يعني احنا الحقيقة مش عايزين نستمر في الحتة دي عشان نتجنن، احنا كمان نشوف الأول الفيلم ونشوف أحوال النمل العجيب ونخش بيت النمل. احنا زي ما قلنا النمل أمم، في 5000 أمة ونوع من النمل مختلفة في حياتها وقوانينها وعاداتها. اللي شايفينه حتة من البيت، بيوت النمل بتبقى عادة في على أطراف الغابة والأماكن اللي فيها أعشاب وحشائش، وده اللي شايفينه ده بيت النمل، تل صغير كده حواليه حشيش. لو هنعمل مقطع في هذا التل الصغير هنكتشف ان النمل مفصل جواه نوع من الغرف والدهاليز
والبدرومات والسراديب، وإن في غرف سفلية وفي غرف علوية. الغرف السفلية بيحط فيها البيض واليرقات لأنها بتبقى نسبيا رطبة وبرد، والغرف العلوية بيحط فيها الشرانق لأنها بتبقى سخنة. دايما بتشوف إن الشغالة شايلين الشرانق، شوف كل واحدة شايلة شرنقة، الشرنقة بتبقى كبيرة، كل واحدة شايلة شرنقة وطالعة بيها تطلعها فوق في الغرف العلوية اللي حكينا عنها. الغرف العلوية بتبقى الصبح النهار طول النهار تبقى دافية، بالليل بتبتدي الغرف العلوية تبرد، فيرجع تاني النمل الشغالة ده ياخد الشرانق وينزل بيها للغرف السفلية. ليل نهار طالع نازل طالع نازل، عملية غريبة ثم عملية زي ما قلنا فيها علم، يعني أنا إن دايما الشرانق بتتحط في الدفء ده مرتبط بعملية التعجيل في نموها وفي نضجها. شوف كل واحدة شايلة شرنقة ازاي، طالعين نازلين طالعين، دول بقى ايه مدام نازلين يبقى معناها بالليل، طالعين يبقى بالنهار على طول. الأمة دي من النمل اللي احنا شايفينها بتعيش على رعي حشرة المن، وحشرة المن دي حشرة هي اللي شايفينها البيضة دي، دي بتمضغ الجذور، جذور الأعشاب، وتاخد البروتينات اللي فيها والسكريات مش محتاجة لها فبتفرزها كفضلات. النمل بيربي هذه الحشرة ويرعاها ويرعى بيضها ويدافع عنها وفي نفس الوقت يحلبها. تبص تلاقي النملة عمالة تحسس كده على مؤخرة الحشرة علشان ايه تخرج المن، لما تخرج السائل السكري بتاعها فيقوم النمل ياخده. هنشوف الحكاية دي واضحة. شوف شوف بيحسس على الحشرة ازاي عشان يحلب السائل السكري، يطبطب عليها كده. ادي البيضة دي هي حشرة المن، شوفوا شوفوا بيطبطب عليها ازاي، في واخدها وبيهرب بيها عشان يدافع عنها في هجوم على الخلية. فالنملة واخدة حشرة المن وطلعت تخبيه، بيدافع عنها ويربي بيضها. وحشرات المن لها أعداء طبيعيين، يعني هنشوف ان في نوع من الحشرات بيعيش على أكل حشر المن، زي الحشرة دي دي بتعيش على أكل حشرة المن وهي عدو طبيعي. فمجرد النمل يشوف الحشرة دي يطلع يجري ياخد المواشي الحشرية بتاعته ويخبيه. وزي ما قلنا الحشرة دي بتعيش على أكل حشرة المن، كل شيء ربنا خلق له عدو زي ما حكينا. دي فكرة بسيطة عن التشريح بتاع النملة والقناة الهضمية. شوفوا النمل بيتقاسم الأكل ازاي، وبعدين بيقول لك دي لغة، شوفوا اللغة إشارية، وبعضهم يقول دي لغة كيماوية، وبعضهم بيقول لك لا ده بيقسم المواد السكرية مع بعض. شوفوا بيحط بقهم في بق زبع بعض ازاي، نوع غريب من التعاون او التفاهم او القول، ما حدش عارف يعني ايه دي، هل دي صحيح دي لغة كيماوية او دي اقتسام الاكل. ممكن تبقى فعلا حركات الشوارد دي لغة، ممكن ايضا فيها حكاية اقتسام الاكل مع بعض، لان هي نظام التعاون حقيقة مؤكدة.
الغريبة أن هذا النوع من النمل ممكن يستضيف خنفسة ويقسم معاه الأكل. وشوفوا ازاي بيأكل الخنفسة كمان، جابها وبيأكلها، حاجة شيء غريب دي، يعني حاجة آخر لطافة يعني. ازاي ما تفهمش يعني، ازاي حصل التفاهم بين فصيلة وفصيلة؟ طبعا الخنفسة ساعات تترازل قوي وتبقى ضيف سخيف وتقيل وتبتدي تاكل الاكل النمل وزياده، فيبتدوا يحاولوا يكرشوها، فهنا مش قادرين عليها، شو بيحاولوا يكرشوا الخنفسه ازاي يطردوها بره. بقى الضيف لما يترازل، وممكن بقى توصل بيه الخنفسه انها تبتدي تاخد موقف عدواني فتبتدي تاكل البيض واليرقات كمان، يعني بتاكل البيض واليرقات، شيء فظيع. دي نهاية إكرام الضيف. في أمم زي ما قلنا، في أمم مقاتلة بالنسبة للنمل، والنمل ممكن يبقى فيه خليتين متجاورتين يتكاثروا لدرجة أنه يبتدوا يتنافسوا على نفس المنطقة، ممكن تحصل معارك بين خلية وخلية. النمل له عدو طبيعي بيسموه أسد النمل، هو اللي عمل الحفر دي. إذا شفت الحفر دي في أي حتة تعرف إن فيها أسد النمل. في قاع الحفرة بيبقى الأسد مستخبي، لما تيجي نملة تقع في الحفرة يبتدي يرش عليها رمل عشان ما تهربش. شوفوا بيرش وهو مستخبي في قاع الحفرة، كل ما النملة تيجي تهرب بيرش عليها نمل عشان يدقلقها، لغاية ما تقع في الحفرة يروح ماسكها بالفك بتاعه، له فك زي الحديد. الحشرة المفترسة دي اسمها أسد النمل. شوفوا بيرش عليها من تحت ازاي، هو مستخبي، احنا مش شايفين، شايفين بس عملية رش الرمل ده لغاية ما يقبض عليها بالفك بتاعه. وفي الواقع بيديها حقنة، مش بس تصور حشرة تدي النملة حقنة. شوفوا بيعمل ازاي، اهو ابتدى يظهر يبان كده، حاجة كده زي كل ما تحاول تجري يرش نمل لغاية ما تقع. ساعة ما تقع في الحفرة يروح مسكها بالكلابات بتاعته ويديها حقن. أحيانا فراشة تقع في عش الأسد النمل، فبرضه نفس المصير، تتمسك بالكلابات الفظيعة بتاع أسد النمل. وأسد النمل ده في الواقع مرحلة تطورية من النوع من الذباب اللي احنا شايفينه ده، اللي هو دراجون فلاي. دي المرحلة التطورية من الطول، زي حوالي سنتيمتر، وله فكين كده زي كلابات الحديد. هم دول أسد النمل، ثلاثة أربعة اللي احنا حطيناهم دول. ساعة ما يعود يروحوا فجأة كل واحد يبتدي يعمل حفرة كده بطبيعته، كل واحد الأول يدفن نفسه، وبعدين بعد ما يدفن نفسه يبتدي يعمل حفرة. وبعد ما يعمل الحفرة دي يبتدي بقى ينتظر الفريسة. هو دفن نفسه، ابتدى هيعمل الحفرة بقى ويستنى اي حد يعدي يرش عليه رمل. ودايما بنشوف عدد من اسود النمل بتتعاون في انهم يعملوا مجموعة مصايد جنب بعض عشان النملة اللي تفلت من ده تقع في ده. شوفوا بيبقى مستخبي فين، بيبقى مستخبي في قاع الحفرة، اي حد يقع في الحفره يبتدي يرش عليه. شوفوا مجموعه اسود نمل عاملين مجموعه مصايد جنب بعض عشان النمله اللي تهرب من هنا. اسد النمل بعد مرحله بيتحور الى حشره كامله اللي احنا شايفينها دي، اللي هي بيسموها دراجون فلاي، نوع من انواع الذباب. هي دي الحشره الكامله، الطول الكامل من اسد النمل. زي ما حكينا ان ممكن قوي مستعمرتين متجاورتين من النمل تنشا بينهم معركه. شايفين اهو النمل الاسود في نمل احمر. النمل الاسود بيهاجم النمل الاصفر وبيسرق. شوف سرق الشرناقه ازاي، سرق الشرناقه، واحد تاني قتل نمله صفراء.
في أفلام كبيرة عملوها في السينما عن جيوش النمل ومعارك كاملة، شيء رهيب. دي ملكة النمل الكبيرة، دي الملكة، وشرنقة الملكة اللي بتطلع منها ملكة بتبقى أكبر الشرانق. والملكة لها وقت، اللي هي لما يجي وقت التلقيح تطلع الملكات بره العش وتبتدي تعمل استعراض بجناحتها. اللي لها جناحة دي هي الملكة، والذكران كمان لهم جناحة هم كمان، فبيطلعوا هم الذكور والملكات فوق العش يعملوا استعراض ويلفوا يلفوا يلفوا يلفهم، وبعدين هيبتدي الطيران بقى، تطير الملكة النمل والملكات النمل يطيرهم، ووراهم يطيروا الذكور، ويحصل التلقيح في الهواء، وبعد كده يموت الذكور، وبعدين الإناث الملقحة كل واحدة منهم هتبقى ملكة. ممكن تعمل كل واحدة منهم بيت أو اتنين يتعاونوا على حكم بيت واحد. الملكة تحتفظ بالسائل المنوي للذكر جواه، تعيش عليه طول عمرها، ما تحتاجش بعد كده أبدا لأي ذكور. بتشيل السائل المنوي في حوصلة، والحوصلة لها بواب، كل ما تيجي تبيض بيضة تلقح، هي اللي تلقح البيضة بنفسها، تفرز سائل منوي على البيضة فتلقح، فإذا تلقحت البيضة بيطلع منها ملكة أو شغالة، إذا ما تلقحتش تطلع منها ذكر. فأكن النملة هي الكائن الوحيد اللي ممكن تخلف ذكر أو شغالات أو ملكات على مزاجها، محدش يقدر يخلف على مزاجه أبدا إلا النمل. ملكة النمل تقدر، لأن كل السائل المنوي جواها وشايلها في حوصلة، وممكن تلقح البيضة وهي نازلة، ممكن ما تلقحهاش، وبالتالي تقدر تعمل نسبة ذكور زي ما هي عايزة في البيت، ممكن تعمل 10 20 1 2 زي ما هي عايزة، ممكن تعمل نسبة من الشغالة والملكات زي ما هي عايزة. احنا قلنا البيضة الملقحة بيطلع منها ملكة أو شغالة، بينما الغير ملقحة بيطلع منها ذكر. عملية تلقيح البيضة بتحصل أثناء ما الملكة بتبيض، وشوفنا أن الملكة تستغنى عن الذكور بعد كده خالص، لأن هي محتفظة بعد بالسائل المنوي بكمية تقضيها طول عمرها، بتعيش حوالي 20 سنة. البيض بيفقس ويطلع منه اليرقات، وشوفنا أن دايما البيض واليرقات بيبقوا في الغرف السفلية من البيت، وأول ما تشرنق اليرقات زي ما احنا شفنا الشرانق، يبتدي الشغالة تنقل الشرانق للغرف العلوية عشان من أجل تعجيل النموه. وبعدين تبتدي بقى كل يوم الصبح تطلع الشرانق فوق، وبالليل تنزل الشرانق تحت. شيء غريب ومملكة عجيبة. عمل دائب طول النهار وطول الليل، طالعين نازلين طالعين نازلين. عالم الواحد بيعدي عليه وما يتصورش ان في أمم جنبه لها نظم وقوانين ودساتير. في فيلم علمي خد جايزة في المهرجان الأفلام التسجيلية الأخيرة عن نمل بيبني كوبري معلق على مجرى ماء، فيلم 5 دقايق لكن شيء مذهل.
في الواقع السينما العلمية دي بقت شيء خطير. عشان يعملوا فيلم زي ده قعد فريق من المصورين مرابط جنب بيوت النمل سنة، مرابط عامل خيمة وقاعدين مرابطين لغاية ما النمل يجيله مزاجه كده وإيه ويبني كوبري المعلق ده. دلوقتي السينما بتلجأ لأساليب غريبة، التصوير التلسكوبي من بعيد عشان الحيوانات تتصرف على راحتها، مش يخش المصور جوه يصور، لا على بعد مثلا كيلومتر بعدسات تلسكوبية، أو تصوير بالأشعة تحت الحمراء بالليل، أو تصوير تحت المية في غواصات وفي أجهزة غوص وكاميرات خاصة بالتصوير تحت المية، أو تصوير خاص اللي بيسموه تصوير كاشف عن الحركة البطيئة اللي بيقول عليه لابس فوتوغرافي، يعني بدل ما ياخدوا 24 صورة في الثانية ياخدوا صورة في الدقيقة عشان يقدروا يكشفوا حركات البطيئة زي حركة النبات وتفتح الزهور. فالسينما العلمية الحقيقة يعني عليه دور، لها دور خطير ودور فني، مش مجرد انها تعرض معلومات، ده فن بقى فن كبير. بيسألوني يا ترى الأجانب اللي بيعملوا الأفلام دي مؤمنين؟ سؤال وجيه. هي الحقيقة فيهم وفيهم، فيهم مؤمنين وفيهم غير مؤمنين بالمرة، وعايشين حياة مادية صرفة وما يخطرش على بالهم أبدا يعني. وبعدين دي مسألة ما تستغربوهاش، يعني ممكن واحد ياخد دكتوراه في النمل وعمره ما فكر في رب النمل ولا خطر على باله ان النملة لها رب، وبيبقى عالم كبير واخد جوائز واخد إجازات علمية كبيرة، لكن كل علمه ما يخرجش عن نطاق الظاهر والحواس الخمس والعالم الزمان والمكان والواقع، وما يفكرش في الورائيات والغيبيات ولا تخطر على باله بالمرة، وما يتصورش ان في وراء العالم ده حاجة خالص. ربنا بيوصفهم يقول لك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ممكن تبقى عبقري جدا في العلم الظاهر والعلوم الباطنة بالنسبة لك مرفوضة أو ما تخطرش على بالك، والمسألة أحيانا بتبقى حرفة وشهرة ومهارات علمية كبيرة، وإنسان متاخد في حياة اللحظة ودوامة الدنيا وغافل تماما عن أي شيء آخر. والعلم زي ما قلنا علمين، في علم ظاهر وفي علم باطن. المصري القديم من 7000 سنة أدرك المسألة الغيبية الكبرى وهي الحياة بعد الموت، وبنى الأهرامات عشان الموت، ما بنى حاجات ما بنهاش للحياة. فده في الواقع دول أهل قلوب اللي هم بيقدروا يدركوا عبر الواقع. لكن في أهل العقول اللي هم مهرة جدا وعباقرة في تحليل الواقع وفهم ودرق قوانينه، ده كل العلم الغربي قائم على المسألة دي. طبعا يعني محظوظ جدا اللي ربنا يجمع فيه علم الظاهر والعلم الباطن، يكون من أهل العلوم الظاهرة ومن أهل العلوم الباطنة، لأن العلم الظاهر في النهاية ممكن تحصيله، مسألة مذاكرة وتجارب وعكوف ودراسة ومجلدات ومؤتمرات ممكن، لكن العلم الباطن ده علم عزيز ومش كل واحد عاوز موهبة خاصة وإحساس خاص وشفافية خاصة. ولا غنى في الواقع للإنسان عن العلوم الظاهرة، لأن هي دي بتقوم عليها التكنولوجيا كلها والسيطرة على البيئة، وبعدين هي أداة من أدوات القوة خطيرة جدا. فلا غنى للإنسان مطلقا عن أنه يحيط بعلوم الظاهر وأنه يدرسها، لكن مش كفاية. يعني إنسان ما يعتبرش كامل، أو العلم ما بيبقاش كامل إلا إذا جمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن.
العلم بالنملة والعلم برب النملة. فربنا يجعلنا من أهل القلوب ومن أهل العقول، لأن هي دي شهادة الكمال البشري. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.